Good morning. Today we are going to study Unit 3, Lesson A. Page 36. Page 36. Open your books. Page 36. We are going to talk about past events. We are going to talk about past events. Let's get started. Vocabulary. Look, listen and repeat. Look, listen and repeat. اسمع وكرر بعد. A. A scared cat. A scared cat. قط خائف. قط خائف. A happy boy. A happy boy. ولد سعيد. An excited man. An excited man. رجل يشعر بالإثارة أو رجل متحمس. A sad cat. A sad cat. قط حزين. Surprise the children. Surprise the children. وهنا الصفة surprise ممكن تنطقها surprise أو surprise الاثنين صح. أطفال مندهشة أو متفاجئة. An angry man. Angry man. رجل غاضب. Angry man. Last phrase آخر عبارة. A funny boy. A funny boy. ولد مرح. لو تلاحظ يا شباب في هذه العبارات في عندي صفة وموصوف. الصفة في اللغة الإنجليزية تأتي قبل الموصوف. عكس اللغة العربية الصفة قبل الموصوف أو بعد verb to be. الصفة قبل الموصوف أو بعد verb to be. لما وصف هنا القط الخائف جاب الصفة الأول هي scared ثم الموصوف اللي هو القط. Scared cat قط خائف. يبقى الصفة قبل الموصوف في اللغة الإنجليزية أو بعد verb to be. Now let's match. Match the pictures with the phrases. The lesson and shape your answers. الحين يا شباب قرينا العبارات وهذه الصور. نبدا بالصوره الاولى picture 1. Sorry. Picture 1. What can you see? Yes. A sad cat. هي phrase D. Right? Right here D. D. Sad cat. Sad cat. Picture 2. Who can tell me? Which phrase? Yes. Happy boy. Happy boy. Happy boy phrase B. Right here. B. B. Picture 3. Picture 3. Yes. Who can tell me which phrase? أي عبارة صحيحة مناسبة لهذه الصورة؟ Yes. Very good. E. Surprise the children. هي أطفال متفاجئة أو مندهشة. Picture 4. Yes, what can you see? Yes. Angry man. رجل غاضب. Which phrase? أي عبارة؟ F. An angry man. An angry man. رجل غاضب. Angry man. Picture 5. What can you see? Yes. An excited man. رجل متحمس. An excited man. Phrase? Phrase what? Yes. C. An excited man. An excited man. 6. Picture 6. Yes. Scared cat. قط خائف. شايفين يا شباب؟ صورة واضحة. A scared cat. Picture A. Picture A. Sorry. Phrase A. Right? Yes. Scared cat. Last picture. Yes. 7. Yes. G. A funny boy. A funny boy. اللي هو ولد مرح. هذه كانت الفوكابيلاري أو المفردات الجديدة اللي عندنا. Let's go to the grammar. Past simple of verb to be. اليوم يا شباب هنتكلم على الماضي من verb to be. We have got two forms. عندنا صفتين للverb to be في الماضي. Was أول. Was أول. Was أول. طيب الماضي يا
should يستخدم لإيه في البداية؟ للتعبير عن شيء انتهى في الماضي، بدأ وانتهى في الماضي. طيب في عندي was where، متى اختار يا شباب was ومتى نختار where؟ حسب الفاعل اللي يكون في بداية الجملة. بداية الجملة في اللغة الإنجليزية الفاعل. إذا كان الفاعل عندي I اللي أنا أو he she it، هي هو she هي it هو أو هي لغير العاقل المفرد. ده اتفقنا عليه من كل قاعدة شرحناها من قبل يا شباب. دي اسمها ضمائر الفاعل. إذا كان الفاعل عندي I أو he أو she أو it، ناخذ verb to be was. يبقى يجي بعد verb to be اللي هو was. طب وإذا كان الفاعل عندي we أو they أو you، ناخذ where. We, they, you، ناخذ where. We نحن، you أنت أو هنا أنتم، they هم. طب ليه كرر you مرتين يا مستر؟ لأن you ليها معنيين يا شباب. You ممكن تكون أنت، ممكن تكون أنتم. You أنت أو you أنتم. في كلا الحالتين يا شباب ناخذ معها verb to be where اللي هو معناه كان، معناه كان. I was يبقى أنا كنت. You were أنت كنت. He was هو كان. And so on وهكذا. طيب ده في الإثبات affirmative يعني في الجملة المثبتة. جملة مثبتة يعني ما في نفي أو سؤال. طيب في النفي إيش نسوي؟ نيجاتيف. مجرد تضيف بعد was أو where كلمة not. Was not or were not. طيب وإيه ده؟ ده الاختصار. تختصر was not إلى wasn't أو were not إلى weren't. I wasn't. You weren't. He wasn't. And so on. يبقى في النفي بنضيف not بعد was أو where واختصارها was not اختصارها wasn't، were not اختصارها weren't. طيب ادي الافيرماتيف الاثبات والنيجاتيف النفي. نروح لاخر خطوه questions اللي هو السؤال. ترتيب السؤال يختلف عن ترتيب الجمله. ازاي يا استاذ؟ في الجمله بنبدا بالفاعل ثم الفعل اللي هو هنا عندنا verb to be. لا في السؤال تختلف، نبدا بالverb to be ثم الفعل. يبقى ترتيب السؤال يختلف عن ترتيب الجمله. يبقى السؤال يبدا ب was او where ثم من بعده الفاعل، والاختيار حسب الفاعل برضه. لو كان الفاعل I تاخد was، he she it المفرد الغائب تاخد was. طب لو we أو they أو you بناخد where. لكن الترتيب زي ما اتفقنا بنبدأ ب was أو where في البداية ثم الفاعل. إذا لقيت سؤال أول was أو where يكون معنى السؤال باللغة العربية هل، وانت بتترجم السؤال عشان تفهمه معناه هل. واتفقنا يا شباب اي سؤال معناه هل الاجابه يس اور نو، يس او نو. ثم بعد يس نو بتساوي اكس، بنعكس. نعكس ايه معايا يا شباب؟ تعكس verb to be مع الفاعل مره ثانيه تطلع الاجابه. تعكس verb to be مع الفاعل تطلع الاجابه. طيب يعني السؤال مثلا where you اهو يا شباب بيعكس الإجابة yes. شوفوا يا شباب you were تمام. أو لو حولت you في الإجابة إلى I تلاقي الإجابة yes I was، yes I was. تمام يا شباب؟ was he yes he was أو yes she was أو yes it was نفس الكلام. يبقى إذا لقيت سؤال في البداية verb to be was أو where الإجابة yes or no بتساوي X، تعكس verb to be مع الفعل. طيب تعالوا نشوف الأمثلة. جبت أمثلة يا شباب. جزء آخر خاص بـ verb to be there was و there were. إيه معنى there was وإيه معنى there were؟ there was ممكن تكتب معي يوجد أو سوري كان يوجد. بس بين قوسين تكتب كده للمفرد. يبقى بتتكلم عن شيء كان موجود بس مفرد. There were نفس المعنى تمام، كان يوجد. بس اللي هي يا شباب very good للجمع for plural. يبقى إذا اتكلمت عن شيء كان موجود مفرد there was. طب لو كان
can jump there where. زي مثلا تقول there was an apple in the fridge. كان يوجد تفاحة في الثلاجة. طيب لو كان في أكثر من تفاحة. Yes, there were. There were two apples in the fridge. Okay. يبقى there was كان يوجد المفرد. There were كان يوجد للجمع. إنك زي ما نفينا الفيرب تو بي من شوية. مجرد تحط بعد was أو where كلمة not. واختصارها بهذا الشكل. There wasn't أو there weren't. There wasn't أو there weren't. وبرضه لو هتسوي سؤال بتعكس there مع was. Was there هل يوجد أو سوري هل كان يوجد المفرد؟ Were there هل كان يوجد للجمع؟ واتفقنا يا شباب طلعنا السؤال هل yes or no بتعكس تاني there مع was أو there مع where. تكون الإجابة yes there was or no there wasn't. أو في حالة الجمع yes there were أو no there weren't. يبقى هل كان يوجد المفرد وهل كان يوجد للجمع. العبارات الزمنية الدالة على الماضي دايما يا شباب yesterday أمس. yesterday هذه أمس اكتب عليها مهمة. يا أمس دي بتدل على شيء حدث في الماضي. يبقى ناخد فيرب تو بي لو جانا في الاختيارات مضارع الماضي يبقى نختار ماضي. والكلمة الثانية اليوم last. last معناها الماضي. الكلمة نفسها معناها الماضي توصف شيء انه مضى. last night الليلة الماضية. last Wednesday last Friday. last week last weekend. last month last year الشهر الماضي العام الماضي. last summer وهكذا and so on so on. يبقى عندنا في كلمة yesterday و last دول أهم كلمتين بيدلوا على الـ past simple أو الماضي البسيط. now complete. complete with was, wasn't, where or weren't. now let's practice. ضرب هي شباب هنختار يا اما was or wasn't where or weren't. ما تنسى شباب هنختار verb to be حسب الفعل. تمام. ولو كان معه there يبقى نختار حسب هيكون مفرد او جمع سواء there was المفرد او there were الجمع. let's get started. where space you yesterday. فين الفاعل يا شباب؟ very good you. طب you بيجي ايه معها verb to be في الماضي؟ excellent. where were you yesterday. where الأولى أين where الثانية هي verb to be. اختلاف spelling حروف مختلفة طبعا. where were you yesterday. another space you at home. بيكمل بسؤال تاني هل كنت في البيت. where is the subject وين الفاعل you again أهو مرة تانية you. يبقى ناخد verb to be A. take your time. very good. where are you at home. يبقى كده سوي واحد السؤال. where were you yesterday. where are you at home. الإجابة no. وسوي X بيعكس you في السؤال حولها إلى I في الإجابة. طيب I الحين شباب هو بسوي X أو you بتنزل تتحول إلى I. طيب I يا شباب ينفع ناخد معها where. طبعا لا I بتاخد was. شوفوا كده الإجابة. طب هنا في no يبقى لازم نكمل بكلمة not. شوفوا كده الإجابة تحت no I wasn't. let's check our answer. yes right no I wasn't. أنا حبيت خليك تشوفها إزاي الإجابة ظهرت أو نتجت من هذا السؤال. يبقى بتسوي X بتعكس الفاعل مع verb to be. you في السؤال تحولها إلى I. وآي ما ينفع ناخد معها وير ناخد معها ووز. يبقى برضه نتحول وير إلى ووز. no I wasn't. طيب no I wasn't فلسطاب الجملة انتهت وبيكمل بعبارة ثانية I with Andy. أنا ما كنت في البيت أنا كنت مع Andy. طيب الفعل I إيش ياخد معه؟ verb to be very good was. I was with Andy. we at the museum احنا كنا في المتحف. طيب الفاعل we ايش ياخد معه verb to be؟
تحفظ لأن الفاعل هنا it. ولاحظ عشان السؤال بدأ verb to be. Was it good? Yes, it was. أهو يا شباب برضه نفس الكلام yes في الإجابة ثم سوى x يعكس الفاعل it جابه كده وآدي was راحت الناحية الثانية yes it was. Number two then and are تاخد إيه معها verb to be يا شباب؟ الفاعل هنا مين؟ I. لو الفاعل I هتاخد was لكن هنا الفاعل ليس I لحاله الفاعل than and are طالما اثنين جمع يعني هنا يكون مكانها we نحن لأن يقول than and I أنا وthan يبقى إحنا we شفت شباب؟ يبقى ما تستعجل لأنك ممكن تشوف I تقول ده خلاص was هذا لو كانت I لحالها كفاية لكن هنا الفاعل than and I جمع يبقى هناخد معها ايه verb to be ها where excellent than and I were at the new skate park last weekend بيكلموا it exciting برضه بيسألوا was ليه عشان الفاعل it was it exciting yes it was fantastic yes it was fantastic لأن هنا وهنا الفاعل it فخد verb to be was number three yesterday there الجزء الثاني من القاعدة شباب يا ترى there was ولا there were ولا wasn't ولا weren't نشوف البداية عندي هنا بيتكلم على جمع ولا مفرد نكمل 80 people in the park because it cold and windy people اتكلم على people ناس فكلمة people هنا جمع يبقى ناخد وير طيب في عندي كلمة إني درسناها شباب من قبل معناها أي وبتيجي في النفي أو السؤال هنا واضح إنه ما في سؤال يبقى نفي يبقى اتفقنا جمع ونفي يبقى يصير إيه شباب الإجابة؟ ها؟ there weren't very good yesterday there weren't any people in the park because it cold and windy لأن الطقس كان بارد وعاصف. Cold بارد، windy عاصف شديد الرياح. طيب إيه تاخد معاها إيه؟ في الإثبات very good was because it was cold and windy. كده شباب اتدربنا على استخدامات verb to be في القاعدة الأساسية اللي في الدرس وخدنا المفردات الجديدة. Your homework page 98. Homework الواجب شباب Page 98. I hope you do your homework and send me your answers. I hope also you. I also hope you enjoy the video. Thanks so much and.